قالت وزارة التجارة الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تطلب من الحلفاء منع الشركة المحلية من تقديم بعض أدوات صناعة الرقائق للعملاء الصينيين. كانت إدارة بايدن فرضت قيودا جديدة على شحن أدوات صناعة الرقائق أمريكية الصنع إلى مصانع الرقائق الصينية المتقدمة في عام 2022، وأقنعت منتجي أدوات صناعة الرقائق الرئيسيين في اليابان وهولندا بأن يحذو حذوها من خلال الضوابط الخاصة بهم.